أكد عدد من كتاب الرأي في الصحف المحلية أكدوا أن قضية بحارة البحرين البحارة قضية إنسانية اتخذت من خلالها البحرين خطوات دبلوماسية من منطلق التزامها الكامل بالاتفاقيات الخليجية، ودعوا السلطات القطرية إلى ضرورة الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات ووقف استهدافها لبحارة البحرين. لابد أن نركز أيضا على إنسانية الصياد البحريني. الصياد البحريني لما يتم اعتقاله أو يتم مصادرة مصدر رزقه من قواربه وكذا، يحرص الصياد البحريني أنه يقدم الراتب حق أهل الصياد الآسيوي اللي عنده، يوصل حق أهله، فيما أن الصياد الآسيوي اللي يعمل عند المواطن البحريني معتقل في قطر. هذه قصة إنسانية يجب أن نبرزها للعالم، كيف هي قطر تتعامل مع المواطن والصياد البحريني بشكل تعسفي، وكيف يتعامل الصياد البحريني بشكل إنساني مع من يتولى هو أمره، وإن كان معتقل ولا يعمل عنده، ولكن من باب الإنساني والواجب يرسل الأموال، وإن كان هذا الصياد البحريني ما عنده مصدر رزق ولكن يدبر الأموال ويرسلها إلى عائلة الصياد الذي يشتغل عنده ولكنه معتقل في قطر. الدوحة أما لديها حل من حلين، أما أن تجلس في مفاوضات مع مملكة البحرين وإنهاء هذه القضية وتعويض البحارة، أو أن احنا نستمر في مطالباتنا العادلة أمام المجتمع الدولي. نحن نلاحظ الجانب البحريني ملتزم دائما، متنازل أحيانا كثيرا لأجل المصلحة الخليجية والمصلحة العربية، وبما لا يؤثر على أمن المنطقة الخليجية وأمن المنطقة العربية. بالمقابل السلطات القطرية تمارس أبشع أساليب الإدمان، ليس فقط الحقوقي وإنما أيضا الإلكتروني والإعلامي، ومحاولات تكميم أفواه كل من يحاول أن يعني يؤكد القضية الإنسانية لبحارة مملكة البحرين.